أهلا بكم في نشرة استدامة. تشهد دول مجلس التعاون تحولا كبيرا في مجال التخطيط العمراني، حيث تتجه نحو تبني مفهوم المدن القابلة للمشي. ويأتي هذا التحول في إطار سعي دول المجلس لتحسين جودة الحياة لمواطنيها وزوارها والحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالجلوس المستمر واستخدام السيارات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يشهد العالم تحولاً نحو المدن المستدامة، حيث تتجه العديد من الدول نحو تبني مفاهيم جديدة في التخطيط العمراني، ومن أبرز هذه المفاهيم مفهوم المدن التي يمكن المشي فيها، وذلك بهدف خلق بيئات حضرية تشجع على المشي والأنشطة البدنية بدلاً من الاعتماد الكلي على السيارات. وبحسب موقع The National، فإن المدن النابضة بالحياة هي التي تقع فيها كل الضروريات المطلوبة مثل المطاعم والمجمعات والمدارس والمستشفيات والعيادات، وعادة ما تستغرق 20 دقيقة للوصول إليها، وهذا ما يتم تطبيقه تماما في دول الخليج. فقد شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة أمثلة ناجحة لأحياء تجارية وسكنية تم تصميمها بعناية تتوافق مع مفهوم 20 دقيقة، حيث تم عمل تصاميم مخصصة تلبي متطلبات الحياة العملية والعصرية مع إعطاء أولوية كبرى لعوامل الاستدامة والشمول مع الحفاظ على سهولة الوصول إليها. يعتبر التحول نحو المدن التي يمكن المشي فيها في دول الخليج خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وصحة، وهي مستقبل التخطيط العمراني لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. في المملكة العربية السعودية يتمتع جبل بركوك بمواقع ومزارات سياحية جميلة من جميع الجهات، ويمثل موقعاً متميزاً للزيارة وتعلم أساليب الزراعة في المواقع الجبلية. يتمتع جبل بركوك بمعالم أثرية ومطلات ومزارات سياحية جميلة من جميع جهاته، سواء من الجنوب أو الشرق أو الشمال أو الغرب، مما جعله يعني لديه برضو قيمة تاريخية لوجود بعض النقوش والآثار والكتابات التاريخية القديمة التي تعود بتاريخ المنطقة إلى أكثر من 3000 سنة. الحرث الأول كان يسمى العمل، وهذا عمل خفيف. لماذا؟ لفتح المزرعة لما بعدها من العمل التي يتلوه. العمل الثاني يسمى العمل ويكون أسهل مما قبل. لماذا؟ لأن المزرعة من الأساس مهيئة في الحرث الأولى. الحرث الأخير ويسمى التوجيه. لماذا؟ التوجيه للزراعة. الرابعة تسمى جليب، معنى جليب أي كأنك تجلب المزرعة وتضع الحب في التربة. جبل بركوك، ونحن في هذا الجبل الشامخ، يعد هذا الجبل أحد أبرز الجبال في منطقة عسير وتحديداً في منطقة تهامة. هذا الجبل الحقيقة له تاريخ عريق ويتميز بالكثير من المزايا. إذا ما تحدثنا عن ارتفاع الجبل، يبلغ ارتفاع الجبل ما يقارب 1900 متر فوق سطح البحر، ويتمتع الحقيقة بالطقس الجميل، وفي نفس الوقت هناك العديد من المناظر والمواقع السياحية في الجبل، بالإضافة إلى الكثير من المواقع الأثرية. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشركة فولر للتنقل الجوي الكندية مذكرة تفاهم لتطوير أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر في دولة الإمارات. وقال السيد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه المذكرة تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير الطيران المستدام ودعم الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أنها ستسهم في إنشاء مركز للتميز في مجال التنقل الجوي المستدام في دولة الإمارات. أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تلوث الهواء وحرائق الغابات الناتجة عن تغير المناخ يشكلان خطراً متزايداً على الصحة العامة والزراعة والنظم البيئية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة، يتنفس 9 من كل 10 أشخاص حول العالم هواءً يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، مما يسهم في وفاة 4.5 ملايين شخص سنوياً. وأشار التقرير إلى استمرار موجات الحرارة والجفاف خلال عام 2024، مما زاد من خطر حرائق الغابات وتلوث الهواء، في حين لوحظ انخفاض في التلوث في أوروبا والصين وتزايد الانبعاثات في أمريكا الشمالية والهند. هذا ونشر فريق من العلماء في النرويج دراسة حديثة تحذر من أن تغير المناخ قد يزيد من وتيرة هطول الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المرتفعة في العقدين المقبلين. وقدر العلماء أن نحو 3/4 سكان العالم سيشهدون تغييرات جذرية في الظروف الجوية ما لم تنخفض انبعاثات الكربون. ووجدوا أن منطقة كبيرة في العالم قد تشهد زيادات واضحة وسريعة في درجات الحرارة وهطول الأمطار، كما قد يتأثر أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم بالحرارة شديدة الارتفاع والفيضانات المفاجئة. أظهرت دراسة من جامعة شيكاغو الأمريكية أن تراجع أعداد الخفافيش في أمريكا الشمالية أدى إلى زيادة استخدام المزارعين للمبيدات الحشرية، مما أسفر عن ارتفاع معدلات وفيات الرضع. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة تقدم دليلاً ملموساً على التدهور الحالي في التنوع البيولوجي وآثاره السلبية على صحة الإنسان. وقارن الباحثون استخدام المبيدات الحشرية بين المقاطعات التي تأثرت بانخفاض أعداد الخفافيش وتلك التي لم تتأثر، ليجدوا أن استخدام المبيدات الحشرية في المقاطعات المتضررة زاد بنسبة 31%، كما لاحظوا ارتفاعاً في معدلات وفيات الرضع بنسبة 8%، ما يعادل 1334 حالة وفاة إضافية بسبب تلوث الماء والهواء بالمبيدات.